قديه الديامتر؟ اوكي، هيدي نوعها عزر كويركوس سيريس 14 يعني 19 متر. اوكي صحتها منيحة. نحن اليوم عم نجمع داتا ضمن الريسورس اسسمنت، يعني الموارد الطبيعية، واهميته انه ينعاد بطريقة كل 5 سنين او كل 10 سنين مرة تنقدر نعرف شو في تغييرات على الارض. نحن عملنا مرحلة تحضيرية قبل ما ينزلوا فرق العمل ليشتغلوا على الأرض بالفرق، حضرنا الخرائط اللازمة والمعطيات اللازمة، استعملوها فريق العمل خلال المسح الهرجي على الأرض، وبعدين هالمعطيات رجعت لعنا تم تحليلها ومن بعدها طلعت النتائج. بكل لبنان في عنا 226 نقطة، مبلشين من الشمال واحد باتجاه الشرق 2 3 4 5 6 7، بنرجع بننزل للجنوب. هالنقاط عنا إياها خطوط طول خطوط العرض ثابتة، بناخد النقطة هون وبنضل مننبش على الجي بي اس نافيجيشن تنعرف وين هي، بس ما نعرف وين هي منبلش نشتغل. يعني نحن واقفين بالاتجاه المزبوط، مفروض يكون الماركر ورانا. هاي دي نقطة هون، هيك بده يكون الأكس اللي بدنا نمشي عليه. نحن لقينا الماركر القديم كمان بنفس المطرحة بناء على الورق والريفرنس بوينت اللي كان حاططها الفريق اللي قبل. هلأ صاروا عنا 2 ماركرز هون، القديم والجديد، هلأ بنطمرهم حتى مرة تانية إذا ما لقينا هيدا منلاقي هيدا. نحن لازم نمشي على بيرينج هون 270 كرمال ما نزيح عن الخط، وإلا بيروح كل شغلنا. كل بلوت 250 متر، لازم نقيس على يمين وعشر متار كل شيء فيه شجر، وعشمال وعشر متار كمان شو فيه شجر. هيدا استيراك لسه شيء عندي وحدي هون، كويكرس انفكتوريا او عفص. شجر هيدا الصغير يلي بعده مفرخ بالخط الطول ما منعده، منعد بس الشجرات الكبار يلي على المتر و30 عرضهم أكثر من 10 سنت. ضمن هيدا الخط اللي هو بطول 250 متر في عنا 3 منسميهم مثل سابلوتس، تكرر على 3 مراحل، في بأول البلوت، بنص البلوت، وبآخر البلوت. كل شيء تحت ال 10 سنتي ما منقيسه إلا بهود السابلوتس. منشوف كمان إذا في نباتات عطرية، نباتات طبية، منعمل وصف لهيدا الأريا. بالإجمال مسح الغابات هو بيعطينا المعلومات شو عنا أصناف ممكن، شو كيف بتتوزع، كيف موزع على الأراضي اللبنانية، كمان كيف عم تتغير التغيرات اللي عم تصير نحنا بالغابات بمساحات الغابوية اللي عنا إياها بلبنان. وبنرجع بنبعت كل المعلومات على الوزارة وعلى الفاو لهن كمان يقارنوها بالمعلومات السابقة اللي كانوا ماخدينها بالمسح القديم اللي هو صار بال 2005 تقريبا، لنشوف كيف نسبة النمو، نسبة التقدم العمراني، نسبة إذا في هذه الغابات عملت زيد ولا عم تنقص. هيك كمان ننجهز على دراسة شو بحاجة لنقدم لهذه المنطقة لحتى لننميها. من بعد ما تم استخراج هذه المعلومات تم تنظيمها على ملفات اكسل، واكيد رجع تم العمل على تنظيف المعلومات لحتى تصير صالحه للتحليل الاحصائي. واهم الاحصاءات كمان اللي طلعت كانت المتوسطات والنسب المئويه والستاندر ديفيشن والستاندر ايرورز اللي هن كريتير معايير لجوده ودقه النتائج اللي عم تطلع. هاي الرابور هلا هو بيطلع مع الفاو، بس هنخلص على صعيد كل لبنان لانه مجموع النقط كبيره وظروف البلد اخرت كتير الشغل، بس هذه كلها بس تنجمع اكيد بيطلع رابور والكل فيه تفوت عليه. يلا يعطيكم الف عافيه. يعطيك انا سامح.